Many in Fatsi are seeking shelter and aid after fleeing Zalambesa, just 25 kilometers away, which has been under control for 4 years. Women report instances of being assaulted by occupying forces. فلفل نايتي سبسب بعالت تاريخ ساعتات زوسد نوح كعز أجري غيرنجن نمسرتاو قداي مخنياتون نسن زنبرالو كبابي أب تحتي كوزيسر وتادرات إرترا زركب بمخاني يبل نمرها قبري فوكس سسنا دي سبسب تلفزيون فرنساي كلو نقبر مكساس أب تحتي كوزيسر وتادرات إرترا يوم ناس نتزبال نقر فلسوم يلن معاس كمنوطن كمناعتنون بعلم توموتا درات ينقرنا أبوان ليتي نحنا عينك أساسن قبل ون الزربة. The soldiers control our movements. They know when we leave and tell us when we can come back. We can't move at night. I don't mind following their rules, but this constant surveillance is stressful. We have no freedom. Cars have been banned here, so donkeys are being used to transport goods. Elemas, who lived in an occupied area, has sought refuge with relatives. أبتي أبتحت قصر وتدرات إرترا زركب وكبابتات نسأم قصاص قعزو مكاينين زي باللوم فسهم نسخن عينت كرب استحصرو كبابتات مخانمون يرجعز بكلوتايد هازاردن أوليفيا بيزوتن السنة لس أبز فوكس تلفزيون فرنساي. I can't stay there. I've suffered a lot at the hands of the enemy. I've also seen a lot of suffering. Before, we could go and get grain at a nearby distribution center on public transport. أب كربانا مجبي خنرك بيك ألنن. أب كربا حجز مجبي نرخ بالعدلون يلن. تلقالو الترانسبورت يبلنن. بأجرنا نوحنا توعزنا مزينا. Distribution center on public transport. Every day, I check if they start distributing. دك أي نبيت مرتك خدو أي خلن. على توهي وتنا قد صالنا كل وزخ المجبي ون يبلنن. نمن برد ما كبز مرنن كل أتنينان اللمن. We're begging from relatives. أبتحت حما كنتات كم زركب ون يملكت ولا ون حزي. دحري سمم سلام بريتوريا هزبت كبابي كاب مربوتو تمزابيلو كابيلوان حلف كم زولوز حبرت سبساب بفلاي كاب سطاو متكعتن كالوتن بسا قردما عبدالي دك انستيوون كبهت ساقامات كم زبسحة انتصيرو لوم كاب زحالي فدما تويا سلاميون مناسين كالوت تكبرات تقبنن يفتس امو كم زلوون كانتيبا كتما دوهان ايت اياسو مسكنا ن تلفزيون فرنساي قليت امو لوم The Eritrean forces informed the people too. This is our places according to Algiers agreement. سراويت إرترا نتهزبي مريتنا أيو يوم زولو. كاود ما نف سراويتنا سلت إنكم كتاعتو لكمون يبلوهم. كابزا حليفو دما مجوعي من أسيوون هلو. بزعبات مستجعوي من أسيوون حبريتا يبلنان. We have no information about that. في اللايب سنك تخينات تبس حقوداتن عبريك أن سيستفز أمس أطومت كاعتن سعيبو استفت أربا سلان محكامو أزيو كبيد مخانو دما. دايركتر تعنا أبي فاسي حاجوس أبيبة يجلس. The other reason they come to this medical center is for trauma related to sexual violence. The damage from sexual violence is immense and can last for a long period of time, which makes it very difficult to treat. Sexual violence has a huge impact on their health. نبعلم وانت مزابيلم اب كتما عدقرات زركبو كنتيبا كتما زالان بسا ايت برهان برها اب تغنطة تحاجتم زابو من لاش اللوم They said as wait So they have to be dialogue with the Eritrean government or with the federal government. We don't know. صنحو إنا توهلنا. مس منغستي إرترا وي منغستي فيدرال لزبديو كلو. ندعي. زنقر كابين لعلي. أنا فلتون. So I don't know. It is beyond me.